بدايه نشاتي كانت في مركز شباب ناصر باسيوط. كنت بلعب مصارعه اولا وبلعب حديد تقويات المصارعه، وكنت بلعب مصارعه واخدت مركز اول قوات مسلحه من الكلان، تم تكريم من السيد المشير طنطاوي. بعدها جاني رباط صليبي وغطروف في اوروبا، فاتجهت للتدريب، خدت دورات تدريبيه في الحديد وفي المصارعه. بعد كده انا بدات بقى اجهز لبطوله العالم اللي هي بطوله بانكوك، اللي هي المهمه يعني ليا، اللي هي حلم حياتي ان انا العب بطوله العالم انافس فيها. تعبت الحمد لله بطوله العالم وربنا كرمني وخدت المركز الاول والميداليه الذهبيه الحمد لله، وكان حلم حياتي والحمد لله اتحقق يعني الحمد لله. وان شاء الله دلوقتي حلم حياتي يعني بمستوى اعلى شويه، بقيت ابص ان شاء الله لبطوله مستر اولمبيا باذن الله.